لتسليط الضوء إذا أكثر على الانتهاكات الحاصلة في سجون العراق، معنا هاتفيا من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري. مرحبا بكم. إذا اللجنة القانونية البرلمانية ذكرت أن هناك ما فيها فساد كبيرة مسؤولة عن ملف طعام السجناء وهي مدعومة حكوميا. هذا الإعلان يعني ليس جديدا، لكن لماذا تواصل الحكومات المتعاقبة والمتتابعة تجاهل هذا الملف الخطير؟ بداية السلام عليكم وتحياتي للجميع. الأمر غريب أنه الحكومة العراقية هي من تعين هؤلاء الموظفين في السجون العراقية، وهي المسؤولة الأول والأخير. الحكومة العراقية وبالأحرى وزارة العدل هي مسؤولة عن السجناء وعن التحقيق، ولكن الحكومة العراقية لأنها هي الحكومة العراقية هي مجموعة من الميليشيات، وهذه الميليشيات هي تبتز المواطنين، والاعتقالات العشوائية للألم يا أخي تصدر من الحكومة العراقية وتجلب الناس وتزجهم في السجون، وبعدين تتفاوض هذه المجاميع على أرواح أبناء هؤلاء من ذويهم. وهذا ما يحصل بالعراق من بداية الاحتلال مع الأسف ولحد هذه اللحظة. هذه الأمور يعني متكررة معادة، لا يمكن جهة رسمية أنه تقدر تقضي على هذه المحنة من السجناء العراقيين إلا الحكومة العراقية، ونحن نعلم جيدا أن القضاء العراقي قضاء مسيس، قضاء غير عادل، قضاء غير معترف به عالميا، ولكن الحكومة العراقية تستمر، لأنه الحكومة العراقية مباركة من دول الجوار من ضمنها إيران، والدولة التي عينتهم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. هذه حقائق، يعني الأمر يستبد، يعني قوتهم جاية من هذه من ثلاثة منافذ: البريطانيين والأمريكان والإيرانيين، وهم الذين يغتصبون الشعب العراقي. وهذه العملية هي من بداية العراق مبيتة على العراقيين ومبيتة على الشعب العراقي لإيصال الحالة إلى أنه أبناء المواطنين يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، أنه يستعينون يبيعوا ما يبيع يعني حتى يتصرف لإنقاذ ابنه من هذه المحنة. الآن استضياء شبكة نيرج للصحافة الاستقصائية ذكرت أن لا خلاص للمعتقلين في سجون العراق سوى بدفع آلاف الدولارات للمحققين والمرتبطين بهم لعدم تدوين اعترافاتهم تحت التعذيب. ما تفسيركم لما ذكرته هذه الشبكة للصحافة الاستقصائية؟ هذه حقائق وليست استقصاء، هذه حقائق. كل المنظمات الحقوقية أشارت إلى هذا الموضوع، وأشارت ما يحدث في السجون العراقية، وأشارت على الازدحام والكثافة في هذه السجون، وأشارت حتى على التغذية والأدوية، كل شيء أشارت لها، والعناية الصحية الغير موجودة، هذه كلها أشارت عليها كل المنظمات الإنسانية. الحكومة العراقية حكومة خارجة عن القانون الدولي ولا تعلم ما. يعني الحكومة العراقية ملتهية بالسرقات، يعني يسرقون يعني يسرقون المواطنين، يسرقون الدولة ويسرقون المواطنين. يعني هذه حقائق، هذا أمام عيننا اللي قاعد نراه. ماذا قدمت الحكومة العراقية الحالية والسابقة؟ ماذا قدمت حتى الحكومات السابقة؟ يعني من زمن الاحتلال ولحد هذا اليوم هو مستمر الاغتصاب للشعب العراقي، وهذه عملية يعني أنا في رأيي مبيتة للشعب العراقي. نعم، أيضا يعني بحسب هذا التقرير الاستقصائي فإن أدنى منصب في أقسام التحقيقات في سجون العراق بحسب هذا التقرير يباع بربع مليون دولار. إذا كيف تحول ملف المعتقلين هنا إلى تجارة رابحة؟ هذه مسألة طبيعية بالعراق، أصبحت كل الوظائف الذي في الحكومة العراقية ليست في السجون، وإنما الوظائف العادية حتى في وزارة التعليم. يعني هل واحد يتوقع من وزارة التعليم أنه موظف إذا يكون في هذه المرتب يدفع ملايين من الدولار حتى يحصل هذا الموقع؟ يعني هذه موجودة بالحكومة العراقية، وهذا ليست غريب.
يعني هم يتداولوها، النواب والحكومة وكلهم يتداولون هذا الأشياء المتواجدة، حتى المفاوضات السياسية بين السياسيين بين الأحزاب السياسية على هذا الأساس، ماذا تكسب وماذا نكسب نحن. هذه هي المشكلة وليست الأمور هو الشعب العراقي أبدا. الشعب العراقي مغيب من الحكومة العراقية، هم يفكرون كيف يكسبون. أخي دخلوا الناس ما عندهم، إحنا ما عندنا يعني، ما إحنا أنا لا أفرق بين هذا غني وهذا فقير، بس هم يملكون بالوقت الحاضر ملايين من الدولارات خارج العراق، وكانوا إحنا نعرف بهم جيدا من أين أتى هذا، من أين أتت هذه المبالغ لهم، يعني سرقات بالمليارات، ها، وواحد يغطي على الثاني. يعني وزير المالية والمالكية أعتقد سمعتوا الحديث مالته أنه 290 مليار، وهذه المشكلة ما يعرف وين صارت. يعني وزير المالية ما يعرف 290 مليار دولار، وما يعرف وزير المالية وين راحت. يعني حقيقة الأمر غريب، يعني الحكومة العراقية هذا الأمر يوقع على الشعب العراقي. الشعب العراقي عليه أن يعي، لأنه هذه الحكومة والحكومات المتعاقبة التي ستأتي بعد هذه الحكومة هو بنفس الطريق يتعاملون مع المواطنين العراقيين. طيب أين دور لجان النزاهة البرلمانية؟ أين دور حقوق الإنسان في العراق؟ وإذا تجاوزنا ذلك، يعني أين يقف المجتمع الدولي من هذه التقارير الدولية؟ أين دور المنظمة الحقوقية في العالم من هذه الممارسات التي تمارس ضد المعتقلين؟ هل يمكن التعويل أيضا بالأساس على دعم أو تحرك لتلك المنظمات؟ حقيقة الدعم الدولي الذي من المنظمات الغير حكومية موجودة، يعني موجودة وتقدم التقارير، وهذه التقارير شبه يعني كل 3 أشهر تقدم تقرير حول ما يحدث بالعراق. يعني هذه التقارير موجودة، هي المنظمات الحقوقية الغير مدنية هي ليست مؤسسات قضائية وليست هي مؤسسات ذو سلطة، وإنما مؤسسات مراقبة تراقب ماذا يحدث في العراق وتكتب. هذه الكتابة الذي تكتبها للأجهزة المختصة، حتى الأجهزة المختصة هي تأخذ الإجراءات بحق ما يحدث في 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 هذا في هذا البلد. البلد هم يعلمون جيدا، بلد مسروق، بلد ذول الموجودين في الحكومة كلهم سراق ومخول لهم من قبل هذه الميليشيات، والميليشيات تابعة لإيران مخولين بسرقة. المهم هو تدمير البنية التحتية للشعب العراقي. هذا برنامج مستمرين عليه، صارهم 20 سنة مستمرين بهذا البرنامج. نعم، إذا شكرا جزيلا لك من النمسا سيد ضياء الشمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا.